فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من دولة هولندا يقول: أنا شاب أعيش في بلاد الكفر ولدي مال وأريد الحج، وكذلك أريد أن أتزوج لأحصن نفسي، فأيهما أقدم، الزواج أم الحج؟ إذا كنت تخاف على نفسك من الفتنة إذا لم تتزوج فابدأ بالزواج لتحصن نفسك، أما إذا كان ما تخاف على نفسك من الفتنة فابدأ بالحج. نعم.